اليوم بتاريخ 28/3/2022 نقوم في مؤسسة أورينت الإنسانية وبالتعاون مع منظمة تحالف الأديان لتوزيع كميات كبيرة من الأدوية النوعية والمستلزمات الطبية على مدرية صحة إدلب ومشفى الرحمي بدركوش ومنظمة سراج للرعاية الصحية، حيث تم توزيع أكثر من 10,000 علبة دواء لمرضى القلب و 3,000 قطرة لأمراض العين وسيرومات وريدية كصادات حيوية نوعية لزوم المشافي والعمليات الجراحية وأدوية الفيتامينات الخاصة بالأطفال. أورينت الإنسانية ستبقى الرائدة في رفد الشمال السوري بالأدوية النوعية. أنا الصيدلانة إيهام حسين من مشفى الرحمة في دركوش. إدارة مشفى الرحمة تتقدم بجزيل الشكر لمنظمة أورينت الإنسانية على تقديمها الأدوية والمستهلكات الضرورية للمشفى. طبعا الأدوية اللي قدمت للمشفى تشمل بعض الأدوية المزمنة مثل أدوية الضغط، ميتوبرولول، أدوية أخرى ديجوكسين مقوية القلب بالإضافة لأدوية النقرس مثل اللوبرينول، الأدوية الإسعافية مثل الأتروبين، المستهلكات الضرورية جدا كمان وصلتنا اللي هي مثل عندنا شنات البطن، عندنا الشاش. هالأدوية هاي والمستهلكات كثير ضرورية للمشفى في الوقت الحالي في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات المقدمة من منظمات طبية بالإضافة إلى ارتفاع ثمن الدواء وثمن المستهلكات.